مرة أخرى المغاربة بكل أطيافهم مختلف توجهاتهم حجوا إلى مدينة طنجة المجاهدة، وما أدرك ما طنجة، عاصمة الشمال. حجوا جميعا ليجتمعوا في هذه المسيرة الوطنية الكبرى بغرض أن يؤكدوا مرة أخرى أن المغاربة كما كانوا وكما هم الآن وكما سيظلون دائما هم مع قضيتهم الفلسطينية، متضامنون مع فلسطينيين، متضامنون مع غزة، متضامنون مع الأقصى، متضامنون مع الضفة. واقفين مع غزة قلبا وقالبا بالدم بالروح. سامحونا سامحونا سامحونا، هذا الجهد عندنا ما قدرناش أكثر من هذا الشيء. هذا سامحونا، الله يجازيكم بخير، الله يوقف معاكم، الله ينصركم. حاشا باش يخدلكم سيدي ربي، حاشا غينصركم حيت انتوما مؤمنين كتحروا ديك البلاد. حنا شنو نقول، المهم الله ينصركم، واكيد اكيد اليقين في الله سبحانه وتعالى غينصركم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ساكنة طنجة يوم 5 نوفمبر 2023 خرجت عن بكرة ابيها في هذه المسيرة الحاشدة تنديدا بالجرائم الصهيونية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بزعامة المتطرف نتنياهو، ودعما واسنادا للمقاومة الباسلة في تصديها لهذه الجرائم. نحن اليوم رسالتنا واضحة، منذ 8 أكتوبر ومنذ ملحمة 7 أكتوبر لطوفان الأقصى نقول كلمة واحدة، لا للتطبيع، نعم للمقاومة، نعم للكفاح من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر. هنا ساكنة طنجة الأبية المجاهدة الصامدة، وهذا الشارع شارع محمد الخامس شاهد على نضالات الساكنة من أجل التنديد بهذا الكيان. تضامنا مع كل القوى الحية الديمقراطية التي ترفض هذه المجزرة، هذه الإبادة لشعب أعزل. نستغرب من كون أن التصريح صهيوني والإعلام الصهيوني يروج أنه يقتل المسلحين، في حين أغلب القتلى والأرقام تدل على أن أكثر من 70% من الأطفال والنساء. فأين هؤلاء المسلحون؟ اليوم هي وقفة تضامن، وقفة تآزر، لنقول لا 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 لهذه الإبادة، لا لهذا الإجرام، وندين كل هذا الصمت من طرف القوى العالمية التي تدعي الديمقراطية، وهذا التكالب على شعب أعزل. كل الذل والخزي لكل من يساهم، لكل من يطبع.